انت زفت. نعم يا بابا حبيب قلبي ربنا يستر. بقول لك ايه، خد امسك. بتتكلم جد؟ ربنا يخليك ليا يا ابويا حبيب قلبي. تلعب بقى. لا يا اخويا مش ليك. انا عارف. بقول لك ايه، عشان انا تحلو كده ادي بسرعه على اول الشارع، اعمل على اول الشارع دي، روح هات لي منها طبق بندق كده. قول لابويا، قول يعني قول لابوك انت. الا هو عارف. ما بندق يا ابو اول الشارع، انت عارف مش اصلا قد ايه لحد هناك. خد بالك، خد بالك. حضرتك بتتكلم جد؟ هاخد الباقي كله ليا؟ خد ليك واخلص. قشط عليك. ممكن اعرف ايه ده؟ ده جنيه يا حبيبي. ايوه لا ما انا عارف ان هو جنيه. حضرتك حضرتك الباقي ده اللي اتبقى من 200 جنيه. ايوه ايوه. يعني حضرتك كنت عارف ان هي 199 وقلت لي خد الباقي؟ اه طبعا عارف. وانت فكرك انا هديك باقي كام؟ تعبان من الفراق ومولع الشمع. ترمي الجنيه؟ اه كلب البحر، انا هاجي اولع لك الشمع. ابيض. شفت يا زفت منزلني على الاندومي؟ ايه امي بيعمل ايه تاني؟ بص يا سيدي، بيقول لك من ياكل الاندومي بيجيله سرطان في الكبد وفي القلب وبيموت بعدها ب 15 دقيقه. ده ولا السجاير؟ لا والله كل ده؟ ده فين الكلام ده؟ ده على الفيس بعد البوست على طول بتاع شاهد خرتيت براس ديناصور. سبحان الله، في حاجات هنا تحفه. لا اله الا الله، النت وداك في داهيه يا امي. عشان تعرف بس اضرار الاندومي، والاندومي بيهدد ايه وانا مش عايزاكوا تاكلوه ليه؟ هو انت كنت لاقيش يا امي، انت عارف ان انا خلاص بطلت الاندومي ومنعت ان هو يخش البيت. عيب عليك. ده ايه اللي جاب العلبه دي؟ ايه ده؟ مش رجعها مكانها. ده كوتشي، كوتشي انا كنت جايبه امبارح. فسيبك منه، سيبك. طب ايه؟ طب مش تواجهوني يا حبيب قلبي يا امي. سيبك منه، مش هيعجبك. انت عارفه ذوقي يعني، ما هسيبك منه. انا عارفه انت ذوقك معفن اصلا. ايه ده يا زفت؟ ايه ده؟ ده ايه اللي جاب ده هنا؟ وحياة امك. ايه ده؟ لا ده كنت تتقلق. بص عامل لك ابديت جديد وبيضحك اهو.